إذا إذا أراد الله بعبد خيرا خلق في قلبه محبة أن يطيع الله، أحيانا ترى أناس أكثر إقبالا على الطاعة منا، ليس السؤال من أين أتوا بهذه القوة، قد يكون بدنك أقوى من بدنه، لكن السؤال من أين أتوا بهذه الرغبة. الله خلق الرغبة في قلوبهم لما علم صدق قلوبهم في التوجه إليه. إذن كل رحمة من الله تستجدى بصدق الرغبة فيما عنده تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولما كان القرآن أعظم ناصح قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.